عليكم لي زامي لا فامي حبيباتي حبيبي عزيزي عزيزاتي ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من الجزء الثاني ديال التعلم بيانو بالدارجة. كنتمنى تكونوا شفتوا الجزء الاول واللي ما شافوش يعاود يرجع يشوفوا وكنتمنى يكونوا خدمتوه معايا ودرتوا ليكزيرسيس بوحدكم. علاش؟ حيت انا غادي نبقى نعطيكم لي زيكزيرسيس غاديين كيطلعوا في الفوليوم وما حد فوليوم كيطلع وما حد موسيقى كتسهال. هاد ليكور راه مناسب للدراري الصغار والدراري الكبار وماشي ولا بتخص يكون عندك بيانو كبير اكوستيك ولا يكون عندك كتادة ولا يكون غير بيانو صغير فيه دوز اوكتاف. اشنا هي لي زوكتاف غادي نشرحها لكم في هاد الحلقة ان شاء الله. وحتى اللي ما عندوش البيانو انا غادي نوريكم واحد اللعبة غديروها بلا ما يكون بيانو عندكم. شوفوا هذا وحتى لا كان عندكم البيانو وتيكون عندكم اوقات فارغه وكتكون خارج ولا في القهوه ولا ما كاينش حداك بيانو كتبقى تستعمل هذه الطريقه هذه باش صباعك يخفافوا. وهاد الدروس اللي كنعطي راه ساهل واحسن طريقه باش تعلم البيانو، ما فيها لا ستيلو ولا ورقه وما فيهاش السولفيج، كنجيكم من الاخر. ما عليناش ما نطولش عليكم دابا مشيو ديريكتومون الجزء التالي. في الجزء الاول عطيتكم لا غام ديال دو ماجور ولي زاكور تاع دو ماجور والفا ماجور والسول. اليوم غادي تشوفوا كيفاش كنلعبوا دو مينور وغادي تعرفوا شنو هو الفرق ما بين المينور والماجور. يلا نبداو. كيما دوينا ديك الخطا البي الوسط من دو الفوق كيتسمى لي زيغو لي زيغو غادي كيطلعوا من دول لهنا دول لهنا كيتسمى الميديوم تاع البيانو اللي كيكونوا الوسط ميديوم. من دو الفوق كيتسموا لي غراف. فوالا لا دوزيام شوز اللي خصكم تعرفوها هي البيانو كيكونوا فيه دي زوكتاف. اشنا هما لي زوكتاف؟ لوكتاف هي ما بين دو و دو. الوغ دو ري مي فا سو لا سي دو سي ان اوكتاف ما بين هاد دو و هاد دو تا لهنا دو زوكتاف. ما بين هاد دو و هاد دو و هنايا تخوا زوكتاف. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer la gamme de Do majeur, mais pas sur le libnia. Le libnia ou l'esria. Vous savez que le libnia, il est en train de jouer, il est en train de jouer avec sinon, l'esria va vous mettre. Donc, si vous avez vu, vous allez jouer avec les deux mains. La gamme ديال الدو اللي وريتكم ديك الخطره في البوزيسيون ديالها 1 2 3 1 2 3 4 5. كنرجعوا 5 4 3 2 1 3 2 1. بالكوشيه سي لا ميم شوز 5 4 3 2 1. وكنمشيو لو تخوازيام 3 2 1. كنرجعو
1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est là, on bouge, radicule hakda. هنا حضروا مع هادي غادا تمشي هذا لا هنا غتحضروا مع لو ثوازيام غادي يمشي لهنا وهذا غادي يلعب هنا باش نطيحوا هذا في السايك وهذا في الان هي يعني العكس غنعاودها لكم غتبقاو تلعبوها حتى توليو تزربوا بها رجع بحال هكذا لو بوس كي تخبى لو ثوازيام كي يجي لهنا باش نطيحو عاوتاني الدو في السايك ا غوش و الا في لا دغوات الوغ دابا غادي ندخلو في الدو مينور الدو مينور القضيه ديالها سهله دي خطرة كما وريتكم الدو ماجور هي هادي باش نمشيو لا تيغس تاعها كنحسبو اربعه واحد جوج ثلاثه اربعه هي المي وكنحسبو ثلاثه لي نوت واحد جوج ثلاثه هي صال الوغ في المينور اش كيوقع La tierce dima kathapata d'un demi-ton. Asnayel un demi-ton. Il y a mabil nota ou nota un ton. Ou mabil nota nota qui la wah nota khla. Hadil katsema un demi-ton. Donc do, un demi-ton et un ton. Alors asnouke ou ka. La tierce ديال دو كنهبطوها بان دومي طون ها هي كتولي تعطينا دو مينور اشنا هو الفرق ما بين دو ماجور و دو مينور الى سمعتوها غاتجيكم غريبه ها دو ماجور الدو مينور انا غنلعبو لكم بلا ما نهضر بس سمعوا الفرق فوالا دونك كل اغنيه واش كيكون فيها كل اغنيه اللي كتكون فرحانه كتلعب ماجور كتكون أغنية فرحانة وبلي كتلعبها تريستي تريست زعما حزينة كتكون مينور هذا هو الفرق دابا قلنا دو ماجور ودو مينور كنهبطو لا تيغس ديال لاكور بان دومي طون فوالا كيما في الحلقه الاولى كنت عطيتكم 3 زاكور وهما دي زاكور ماجور اللي هما دو ماجور فا ماجور اي سول دابا غادي نعطيهم لكم هاد لي 3 زاكور غنعطيهم لكم اون مينور سيتادير دو لا تيرس فا La tierce. Sol.
La tierce nous à un demi-temps. Alors, qu'est-ce que tu as غادي نعطيكم اغنيه الاولى اللي سميتها Let It Be تاع لي بيتلز. هاد الاغنيه فيها لي زاكور ودوك لي زاكور منهم فيها الماجور ومنهم فيهم المينور كوم سا باش تعرفوا الفرق ما بين المينور والماجور وتلعبوهم بجوجهم. لي زاكور فيهم دو سول لا مينور فا كنعاودوها دو سول فا مي ري دو. هادي بالنسبة اليد اليسرية. دابا غادي نلعبها لك بالليبنية بلي زاكور. دو ماجور سول ماجور كيلا بطبيعة الحال صول هنا، ولكن كما عودت لكم في الجزء الأول كنحيدوا هاد سي وغي وكنلعبوهم هنا كتجينا قريبة. دو صول كتبقى هاد صول هنا دو صول دو صول. هنا كاين لا مينور لا ماجور كي هي هادي لا غنحسبو أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة وثلاثة واحد جوج ثلاثة. لا تيرس ديال لا غادي نهبطو بأن دومي طون هي هادي. لا مينور غادي نحاول نلعبها قريبة هنايا غنحيد الضو والمي وغنلعبو بهذا. أبخي كاين الفا الفا ما غنلعبهاش هنايا غادي نحيد غير الضو وغنلعبها هنا. فاش كنديروها مرة تانية هي بحال المرة الأولى غير مرة تانية كيكون فيها واحد الشونجمون اللي هي هادي دو دو سول سول La tierce au ré, ou la tierce au do, ou la tierce d'elle. Alors, qu'est-ce que tu veux là? D'abord, la balle est comme Kulha Kabla. Do, Sol, La mineur, Fa, Do, Sol. دابا غنلعبها لكم بلا دروات اي بلا غوش اللي غادي تلعب لا باس. دو سول لا مينور فا دو سول فا مي ري دو. سيداتي وسادتي كنتمنى هاد الحلقة تكون عجباتكم وخدمتوها معايا واستفدتوا بزاف. دونك غنخلي لكم واحد نهار ولا يومين باش تخدموا هادشي بوحدكم في الدار على ما تجي لكم الجزء الثالث. احبابي احبائي تهلاو ليا في راسكم وكنتمنى تكونوا في صحة جيدة والى اللقاء الى الحلقة القادمة ان شاء الله. Music captivates.